كمان ملك ستيك شوغان طيب تكون بيروات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كذب هذه أنا نكون حلين لنا ظروفها إيه وقتها بوشة قيسات يساو قلتين واجبات جيني قرن كان لدي إدمغي أنا قلت أقول أنت إلى يكون أي جراب إلى يسم إذا لما يستغرب لما وح استاء الله بحنا أو أما أجب أه أما روحه الجل لها حدنا سب حدا أيام دلتين واجبات كيني قرن وصوب بحنا عدم روحه استاكتين ديان كان روحه استاكتين أوري وقوع قدين وين هو تاجن تيجي هذه أنا يرجل لنا يقرم هذا لنا وحنا ما نجيب بلا قادم هذه لا يرى هذا عدو قالوا هذا ما يستر إنسان واحد إذا كده ما نبهلش إن شاء الله تعالى. دولة نمو ترى نبض النادي شرف كنجي إلى سوء الشنو عدو قالوا ده كقبلنا عد كستو عدو عقبض هنا عدو قالوا يقول قرا يسا جعان سير أيسر أقول يسير أكتر هيبة عارف نهاي ما نقول والبق اسمه دعيو يو وحنا الله بحنا يدد إهلا هو سكون يا مس نباتين يا أيات كه هالك شان كله عن تودا كله عن تودا كله كمش تودا تاسو عن نبع إني عاد وكال مجلس بس كان إذا ما يسوم ساكن تاه الله سكون دبي يدنا إيش إله إذنك وآدي ياد بان هو كرسوله قبلنا إني دبتم بودع الدونين أو أن شو تشينه حد جد بيدا جد حد شعب إذا نعيش على قبضه إذا ماذا حوق الدلك جرا غير تقول ترى أي حوق يا حيال بكون استاجا طبعا واحد من الدار ما ينهد إلى يراده حوشو ماشي أي نوع شو تيجي أنت عن قبرني وكجد بيسا وحان أجد بينا حراينتا كحراينتا الدلك هذا هو ملاهي كشوجا يار جروب جدي يو كتر قال كي يدينا مال في عبد شو وصار ما يصير مياه خلص يربي حدنا وكو قبنا إذا ما دي جيسيا شاها أعرف هو أنا إم بدن هل كان كت شو كان أنت كان لا يكسو دي بقصو بيرن وين هو الله مدا إيه هري قط صي عدو جا إنه يسن عدد الشعب الصومالي دول يذكره أنت أي هذا كوه لأن إن شاء الله عنده كم بحرين ناق عنده كم بحرين سين وأنا ودي أجرب إنسان إنه قنا دلال كيني iy inta aan ee ku soo biirnay aan soo biirnay dadaalkeena aan ku soo biirnayna waxa dhanba dhameystirayna waxa la heli karaa in ku darayna dilayraan waa la diyaar garoobaya waa la dhaqaaqaya dhinac walba iyo meel walba oo u baahan in dowladnimada laga taabagaliyo laga hirgeliyo hore loo qaado loo hala qaado ayaa ku dhaqaaqayna madeena waxa caqabad ka jirto iyo caqabad ka jirto oo mustaxaynayna gacanta ka qabanayna waxa leenahay iska daaya cadawgana waa iska qabanayna intee kalena gacanta ka qabanayna wixii dhibaato ah oo dowladnimada ku ah caqabad ku ah aad iyo aad mahadsantihiin ilaahay idinkii yaal garowga aad maanta ku jirtaan aan hore looga socdayaa oo inta ka dhimaan lagu darayaa oo wixii ciidanka lagu tala galay oo howlgalkooda ah ama arrimahooda ciidan ah ayaa ka shaqaynaynaa aan kala shaqeyna madaxda ciidamada haddii la yiraahdo waa inay soo gaaraysaa ku talagala ku dhiirada ciidankii sharci aan joogina oo aan shar xalan iyo aan joogna maanta ku soo biirayna iyagana waa talayaashan kaasoo hadlaynaa ilaahay idinkii howlahooda iyo arrimahooda gaarka aad iyo aad mahadsantihiin ballanteennu waa guul inaan xaqiijino cadawgana ka qabano dalka insha allah aasan faa'iido.